اهلا بكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم معنا ضيف اللي هو السي بازغ الحسن، جا اليوم بصفته استاذ متقاعد مختص في اللغه الامازيغيه، وغيصدر ان شاء الله من هنا القدام واحد الكتاب ديالو. فاليوم جا باش يقربنا اكثر من جديد الاصدارات ديالو. فاهلا السي حسن. اهلا لاباس، اولا كنشكركم على هذه البادره الطيبه، كنشكروا انفاس بريس على ما تقوم به من اعمال ومجهودات الى اخره، وانا جد فخور بتواجدي معكم. ربي يخليك. سي الحسن، بغيناك نعم. تقربنا اكثر من الاصدار ديالك اللي عنوانتيه بيوميات مدرس. نعم، الاصدار الاخير ديالي اللي في المطبعه غادي يخرج هاد الايام، اللي هو يوميات مدرس. فهو تقريبا خدا واحد الشكل ديال سيره ذاتيه، ووظفت فيه ازيد من 30 يوميه من خلال المسائل اللي وقعت ليا في ميدان التعليم من يوم التعيين ديالي في 79 الى التقاعد في 2018. وبطبيعه الحال هي واحد اليوميات اللي انه الحمد لله ان الله تبارك وتعالى وفقني حتى انني استطعت ندير واحد التصور حقيقي المعاناة والمسائل والعلاقة مع السكان، لأنني كلها استطعت أنني نوظفها بالصور ديالها وخالية من كل زيف ومن كل غموض. يعني يوميات درتها بكل أمانة باش حتى القارئ أنه يطلع عليها، وخاصة بالنسبة لرجال التعليم. وهنا كتحضر ليا واحد المقولة اللي قالها المرحوم العربي باطمة في كتابه الرحيل، فقال بأن الذكريات الإنسان لا يمكن أن يكذب فيها، لأن غير ذلك تصبح بدون معنى. فالإنسان الواقع وداك الشيء اللي سميته خصو أنه يكون مجرد من كل غموض، وما يزيدش فيه وما ينقص فيه، يعني يوضعه بأمانة. وهذاك الشيء هو اللي وقع لي في هذه اليوميات. أي حاجة في ميدان التعليم اللي تكلمت عليها أنني استحضرتها وضعتها بأمانة في هذه اليوميات. كيف واش كانت هذه الفكرة معك من وأنت باقي قبل من التقاعد ديالك، ولا جاتك من بعد التقاعد عاد قررتي أنك دير تخطي هذه الخطوة؟ لا، هاد القضية هاد المسألة ديال تدوين هاد اليوميات في السنة الأخيرة ديال التقاعد، فكرت باش أنني نصدر واحد الكتاب اللي ندون فيه جميع المسائل اللي تعرضت لها في ميدان التربية والتعليم. والحمد لله كانت عصارة ديال التجربة ديال واحد 39 سنة في ميدان التربية والتكوين. الكتاب ديالك اللي إن شاء الله غادي يرى النور من هنا القدام. نعم. واش اختاريتي انه يكون ناطق باللغه العربيه او اللغه الامازيغيه؟ لا، ناطق باللغه العربيه، حيت عندي اصدارات اخرى باللغه الامازيغيه، ولكن هذا راه هو عباره عن يوميات، لان خاص الناس كلشي القارئ اللي كيعرف الامازيغيه ولا ما يعرفش خصو يطالع عليها. يعني رغم انك كنت مختص في التدريس باللغه الامازيغيه، اختاريتي انك تدرو باللغه العربيه. باللغه العربيه باش يكون يعني اي واحد ممكن انه يطالع عليه. وبالنسبه احنا كنعرفوا الاستاذ دائما كيكون كيمر بمجموعه من المواقف. نعم. اللي ما كيقدرش ينساها. نعم. فانت هاد المواقف قررتي انك تجمعها في واحد المؤلف. نعم. فذكر لنا وذكرنا بعض المواقف اللي يتضمنها الكتاب ديالك ان شاء الله. نعم، درت بعض اليوميات اللي اخترت لها، مثلا معاناه درت التعيين ديالي الاول تكلمت عليه، وظفت بعض الناس اللي مثلا اللي كانت عندي بهم علاقه طيبه من سكوان. مثلا كاين واحد العنوان كنقول فيه صديقي بو عبد السلام بالميلودي، هذاك السيد اللي كانت كتربطني به واحد العلاقه كبيره، الحارس البوعزاوي، الحارس اللي كان عندنا في المؤسسه، يوم الوصول الى الفرعيه المدرسيه والمعاناه، الكفاءه التربويه، لان كنا مشينا كندوزوا الكفاءه التربويه والبسرس. كذلك تكلمت على الحركه الانتقاليه، تتويجي بالجائزة الوطنية في ميدان التربية والتكوين. هذه بعض العناوين اللي استطعت انها كلها بالصور ديالها ونتحدث عليها، بالإضافة للأمازيغية حتى يعطيتها واحد الجانب، خاصة يوم تم حذف اللغة الأمازيغية بالنيابة البرنوسي وتكليفي باللغة العربية. وهذا خذا واحد الحيز كبير في هذه اليوميات اللي تكلمت، لأن كان بعض النواب كيتم كان عندي تكليف ديال الأمازيغية وتم تكليفي باللغة العربية.
وهذا كان واحد سميتو اللي وصلنا فيه حتى لوزارة التربية الوطنية، وهذه المسائل كلها دونتها في هذا. وفي علاقتك بالتلاميذ ديالك، نعم، شنو استحضر لنا شي موقف اللي ما ولا شي حاله من ديال التلاميذ اللي ما عمرك قدرتي انك تنساها؟ موقف وهذا تكلمت عليه بواحد العنوان، رمضان بالفرعيه المدرسيه. وكتعرف حنا في الفرعيه المدرسيه المدرسه بعيده من السكان، وخاصه في رمضان. ورمضان وكانت واحد البنت لازلت اتذكر الاسم ديالها تلميذه عندي، كان كيكلفها الاب ديالها باش تجيب لينا الفطور، الحريره والخبز وداكشي اللي كنحتاجو. وواحد النهار قلت لها ودي بنتي راه بزاف عليك هاد، وقالت لي واحد القضيه بعفويه اللي ما استطعتش انني ننساها، وحتى هي دونتها. قالت لي ودي، قالت لي امي راه حنا نلقاو في هذيك الدار، يعني زعما هذيك الدار الاخيره، زعما هاد المسائل وسميتو كيتمنوا منه واحد الاجر ومن ثواب من بعد ان شاء الله. فهادو حالات اللي انت بقاو راسخين لك بالذاكره ديالك، نعم، وبغيتي تحيهم انطلاقا من هذا الكتاب. نعم. حنا كنعرفوا ان عندك مؤلفات اخرين. نعم. فحدثنا شويه، قرب المشاهدين من هاد المؤلفات ديالك. المؤلفات عندي تدريس اللغه الامازيغيه بالمدرسه المغربيه، دراسات وابحاث ميدانيه، كان هو المؤلف الاول. وبحكم كذلك الاهتمام ديالي بالعمل الجمعوي، صدرت واحد الكتاب اللي هو الدليل العملي والقانوني لتأسيس الجمعيات. وكان مؤلف آخر اللي هو حوارات حول الأمازيغية. من بعد صدرت مؤلف آخر، مقالات حول الأمازيغية، ودرت كتاب حول تاريخ المدن والقبائل والأماكن، اللي فيه واحد تعريف بمجموعة من المدن اللي زرتها وتعرفت على قرب. تكلمت على مدلول الاسم ديال هذيك المدينة منين جا، والعادات والتقاليد ديال السكان. كذلك صدرت مؤلف اللي كيتكلم على أرقان، شجرة أرقان، الشجرة الفريدة. وكذلك مؤلف حول رواد الأغنية الأمازيغية بالمغرب، والشعر كذلك حول الشعر الأمازيغي في سوس. وعندي مؤلف آخر كذلك في المطبعة اللي هو فقهاء وعلماء سوس، سيرة فقهاء وعلماء سوس. يعني كنلاحظوا ان كاين واحد التنوع بالمواضيع اللي كتختارها باش تبني عليها الكتب ديالك. نعم. فما نستغلوا الفرصة بما انك استاذ متقاعد ومريت، يعني قضيتي واحد الاعوام كثيرة في مجال ديال التدريس، باش ندويو على الواقع ديال التدريس في المعلم المغربي الان. نعم. فكنلاحظوا احنا مجموعة من الامور اللي ولات كتشوب العلاقة ما بين المدرس والتلميذ، فما بقاش يسود الاحترام بيناتهم، ما بقاش عند المدرس هذيك القيمة اللي كان عنده. شنو الاسباب اللي كتفسر هادشي؟ فعلا هاد المسائل كاينه. حنا انا بحكم اول تعليم ديالي كان في الباديه، كان عندنا واحد العلاقه ديال الاحترام اللي ما بقاتش. كان التلميذ انه كيبغي يبوسلك يديك، وكان حتى الاب ديالو، وكان ان اي حاجه كان شي مثلا شي عرس في القبيله ولا شي واحد عنده، فاول واحد كيكون حاضر هو المعلم الاستاذ. كانوا عاطينه واحد المكانه، يعني ما يمكنش يمر شي لقاء او شي حاجه في هذيك القبيله الا خص يكون فيها. ولكن انا عندي علاقه طيبه مع دوك الناس، باقي كيزوروني وكنزورهم. ولكن ملي كنسولهم كنقول لهم اودي شكون الاستاذ اللي عندكم الان، كيقول لك والله ما نعرفوا السميه ديالو، مشى ذاك الوقت اللي كانت عندنا علاقه بكم انتم ذاك الفوج الاول، الان ما بقيناش كان عندنا علاقه بالاستاذ. يعني واش الاستاذ يعني تفكات العلاقه بين التلميذ والاستاذ. وحتى ذاك التلميذ اللي كنا حنا هما الان توظفوا، دابا التلاميذ اللي قريت كنمشي عندهم مثلا، راهم سلك الشرطه في خريبكا، في الدار البيضاء هنا، في المحاماه، يعني باقا كتربط بينا واحد العلاقه، عكس ما هو سائد اليوم. اليوم ما بقاتش سميتو. اما شنو الاسباب؟ السبب كاين واحد النفور، لا من ناحيه ديال التعليم لا من ناحيه العلاقات، ما بقاتش ديك العلاقات السائده، ما بقاش المعلم ما بقاتش كتعطاه او الاستاذ واحد المكانه واحد الاحترام كما كان في القديم. يعني كتقول بان ممكن هذه المشاكل اللي كيعيشها القطاع ديال التعليم في المغرب، نعم،
تكون عندها واحد الاسهام في المشكل اللي وقع والشناءه اللي ولا بين الاستاذ والتلميذ. نعم، الواقع ديالنا انه انعكس على العلاقات ما بين الناس سميتو، حتى بالنسبه لما يخص الميدان ديال الامازيغيه، لانها عشنا فيه واحد في الاول من يلاه دخلت الامازيغيه وهذا الشيء تكلمت عليه، كان الاباء عندهم واحد النظره كيقول لك واش هو قرا حتى العربيه بقى يقرا الامازيغيه. وملي كتجي للقسم، القسم فيه 30 كتلقى 20 10 ما جاش، ديك 10 فينا هما كيقول قال الاب ديالو بان ما تمشيش للامازيغيه، كان عنده واحد الفكره. ولكن حنا حاولنا ان نبسطوا الناس هذه المسائل ونحببوا لهم هذا تدريس اللغه الامازيغيه اللي اليوم انا كندرس اليوم في التعليم العتيق، لان الامازيغيه دخلت للتعليم العتيق ديال هاد اللي غادي يتخرجوا الان بالنسبه للتعليم العتيق، انا كندرسهم هاد الماده ديال اللغه الامازيغيه اللي الان ولا عندهم هذاك الشيء كله اللي كان قبل لا ما عندناش ما نديرو بالامازيغيه، ما حتى كاع قريتيهاش غادي دير بها ما تخدمكش، فهذيك الفكره كلها اليوم ما بقاتش. فبحكم التجربه حتى ديك الحروف ديال تيفيناغ الابجديه ديال الامازيغيه في ظرف شهر كيستطاع اليوم تلميذ باش يكتبها ويقراها عكس ما هو كان ايضا قديم. ففي الاخير بغينا نشيروا لواحد النقطه اللي هي اساسيه بالنسبه انت كنتي مختص في السلك الابتدائي. نعم. فبالنسبه للسلك الابتدائي كيكون الامر شويه صعب بالنسبه للتعامل ديالك مع التلاميذ ديالك يكون شويه صعب. نعم. فانت واش كنتي لمستي هذه الصعوبه في التجربه ديالك؟ كاين بعض الاماكن اللي لمست فيها التجربه، وكاين بعض الاماكن اللي استطعت انني نبسط ونمدد هذه المسائل، لان انا هو اللي استطعت انني ندير هذه العلاقه مع الناس ونفرضها اللي بقى كنسولوا عليهم اليوم ويسولوا عليا. بعكس كان معايا اساتذه ولكن ما استطعوش يوصلوا لهذه المسائل اللي وصلت لي انا بحكم العلاقه وسميتو، لان العلاقه انت اللي كديرها مع السكان كتولي كيحكموا عليك بين الطيبوبه ديالك بالعلاقه بسميتو، راه الانسان هو اللي كيفرض هذه العلاقه في المجتمع. شكرا السي الحسن، وكنشكرك بزاف على القدوم ديالك حتى لعندنا. وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.